أهلا وسهلا بكم من جديد. فاز الزميل تركي العجمة مقدم برنامج كورة على روتانا خليجية بجائزة تيسير جابر للإعلام الرياضي، وذلك في ملتقى الإعلاميين الشباب العرب بدورته الرابعة، إلى جانب عدد من الشخصيات العربية البارزة أبرزها الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، الذي حاز على جائزة أبرز شخصية عربية داعمة لقضايا الشباب العربي. نتابع أجواء حفل توزيع الجوائز ونعود في حوار مع تركي العجمة بعد قليل. المنامة كعاصمة للصحافة العربية بدأت بملتقى الإعلاميين الشباب العرب تحت عنوان الإعلام العربي الهوية والمصداقية. بدأت بجلسات ناقشها عدد من الصحفيين والإعلاميين كان للسعودية نصيب فيها من التقدير، ألقوا بظلال تجربتهم خلال السنوات الماضية. في الحقيقة البحرين تفتخر باختيارها عاصمة للصحافة العربية، لا شك أن البحرين لها تاريخ طويل مع الصحافة، والبحرين تزخر بالعديد من المواهب الصحفية، ولا شك أن يأتي هذا الملتقى في مملكة البحرين يتزامن مع قانون جديد للصحافة في مملكة البحرين، وأيضا إعادة هيكلة هيئة شؤون الإعلام في مملكة البحرين. وتحت رعاية ملك مملكة البحرين افتتح هذا الملتقى للإعلاميين الشباب بتكريمهم وتكريم المساهمين برعايتهم. صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة يستلمها نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل. منذ أن انطلق ملتقى الإعلاميين الشباب العرب في العام 2006، نتحدث الآن احنا في 2012، شهد الملتقى تطور من حيث أعداد الأشخاص المشاركة في كل سنة، انضمام الإعلاميين من الشباب ومن الإعلاميين أيضا المخضرمين إلى عضوية الملتقى، أيضا تنوع الجلسات وتنوع المشاركين يختلف عام عن عام. وصلنا اليوم إلى أهم الأسماء العربية في مجال الإعلام كانت موجودة ومشاركة، عضويات تجاوزت حاجز 700 عضوية من مختلف الدول العربية. الطموح كبير، وإن شاء الله قريبا نكون في كل الدول العربية وقريبين من الإعلاميين الشباب في كل دولة. الثورات العربية أخيرا يعني أدت حرية كبيرة للإعلام، بس الحرية دي يستتبعها كثير من المسؤولية. المفترض أن الإعلاميين يتحروا الدقة والصدق والحقيقة فيما يقدمون، لأن المشاهدين يعني لا يرحمهم. بس تركي العجمة المذيع المتألق الذي رفع راية رياضية سعودية منذ انطلاقة برنامج كورة على روتانا خليجية. برنامج كورة على قناة خليجية ومستمع روتانا في المملكة العربية السعودية في موعدكم الثابت 11:30 والذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. جائزة تيسير جابر للإعلام الرياضي الأستاذ تركي العجمة مقدم برنامج كورة روتانا خليجية. نال تركي العجمة في هذا الملتقى جائزة أبرز مذيع رياضي على مستوى العالم العربي، متحديا وفريقه بذلك مذيعين وقنوات كبرى في هذا المجال عبر وصول البرنامج لأكثر من 5 ملايين متابع على اليوتيوب فقط. وبذا ينتهي ملتقى الإعلاميين الشباب عبر تكريس صورة تطور الإعلام العربي وبصورة أخص الخليجي وتأثيره بالرأي العام، لتبقى هذه الصورة محل توجه عالمي لتطوير هذا الإعلام عبر حضور إعلامي مكثف. وفي ختام حفل افتتاح ملتقى الإعلاميين الشباب العرب، تتقدم هيئة شؤون الإعلام لجميع المكرمين والمشاركين والسادة الضيوف بالشكر والتقدير على حضوركم وتشريفكم لنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا محمد الحبيب، يعني ألف مبروك كل الزملاء تسلموا الجوائز. في التقرير ورد زميلنا في العربية أحمد بقات، وكان في خطأ في التايتل وفي المسمى، عموما نعتذر له. معي من استديوهاتنا في الرياض زميلي تركي العجمة، مساك الله بالخير، يعني ألف مبروك بالجائزة وهي معك في الاستديو وتستاهل. لكن أنا ودي أسألك، هل يعني هذه الجائزة تمثل لك تحدي؟ هل يعني كورة راح يظهر بشكل جديد في الأيام المقبلة؟ أيضا المعايير التي تم يعني على أساسها أخذت الجائزة.
طيب اول شيء انا الله يبارك فيك يا علي، انا شاكر جدا لتوجيه الدعوه، وعدتك انه انا احضر بالجائزه في برنامجك، حتى كوره ما اخذت فيها، ما حضرت الجائزه، احضرتها في هلا لانه معزتي وتقديري لك الشخصي وتقديري للبرنامج يا هلا. تسلم. قبل ما نبدأ في إجابة أي سؤال عندي أفضل ما أجيبه عندك البرنامج، ولا تصير زي مذيعين ثانيين كذا يجيبون جوائزهم وكذا. بس قبل ما أجاوب على أي سؤال، بس وعدني أنك تخف علي بصراحة، أنا دائما متعود على مقعد المذيع، مقعد الضيف وفيها هلا يخوف. لا أرحمنا بس. أنت أستاذ، أهلا وسهلا. أبد علي، يعني الجائزة أكيد طبعا هي دافع مولي لكل فريق العمل في برنامج كورة. أنا قلتها قبل كذا وأقولها اليوم، أنا كل اللي صاير في الموضوع أنه أنا شخص قطفت ثمرة لعمل ناس كثير، عمل ناس يعني إذا تسمح لي علي بس أنه أذكرهم بشكل سريع، مع أنه مفروض أن أقولهم بشكل موسع مش بشكل سريع، ولكن أنا أعرف وقت البرنامج. صاحب السمو الملك الأمير وليد بن طلال، رجل أعمال مشاغله في كل أنحاء العالم، يستقطع جزء من وقته لمتابعة ما نقدم في روتانا. التركي الشبانة، وانت تعرف وانا ونادين وادريس ادريس وعبد الله مديفر وياسر العمر، وانا عارف ان تركي راح يزعل الحين وبعد الحلقة حيتصل علينا زعلان انه ليش نقول اسمه، انه تركي ما يعاملنا على انه مدير، يعاملنا اخونا الكبير ويعطينا كل افاق الدعم. عبد الفتاح المصري، الشخصية الرائعة على مستوى الاعلام العربي، فريق برنامج كورة، كل هالناس تتعب، انا بس مجرد واحد يطلع على الشاشة وقطفت الثمرة. ولا ترى في ناس كثير خلف برنامج كورة هي اللي تعبانة، عائلتي اللي أنا طبعا دائما مقصر معها، وهم يعني دائما الضحية في 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 كل في كل هالأمور يعني. نعم، لا عموما يعني أول شيء كل التمنيات لك ولعائلتك بالسعادة والنجاح دائما، وأكيد يعني إذا كنت أنت مرتاح تقدم لنا شيء جميل. لكن سؤالي أيضا لك، الفريق كورة الناس تتخيل إنه 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 جيش كبير، وهو الحقيقة هم ناس قلة ولكنهم عظماء بعملهم، ودي نتكلم عنهم شوي ونشوف. صحيح. وأيضا حدثني صحيح. عن الصدى اللي عملته فكرة أنه الجماهير يكونون في الاستوديو، وهل راح تستمرون فيها أم لا؟ شوف علي، احنا فريق كورة طبعا كلهم ان شاء الله ما انسى احد، مع انه العدد مو كبير يعني، ايمن شبيز، عوض الصقور، حامد مسفر، محمد الشهراني، عبد الله الراشد، عبد الله ماجد القحطاني، أحمد حسن، كل هالأسماء، عليان العنزي، عاد عليان زعول لو ما أقول اسمه يمكن أول واحد يزعل، عادل التركي، كل هالأسماء كلهم شباب، يعني معظمهم شباب، معظمهم تجربته حتى الإعلامية جديدة جدا، لكن الدافع، العجلة اللي تخليك تتحرك، روتانا اللي ما تقبل منك 100%، أنت تعرف علي نقدم الشيء وما يقتنعون، يبغون 200%، التغيير المستمر، فكرة الجمهور، تعرف أي برنامج الآن علي في تفاعل، يعني أنت لازم تغير. اليوم برنامج هلا يضع التغريدات التويتر على الهواء، احنا نبغى نجيب جمهور في البرنامج، الفكرة مستمرة وحتصير كل فترة أن يكون عندنا ضيوف من الجماهير الرياضية في البرنامج. هذا نوع من أنواع التغيير، روتانا دائما تحب تغيير الإيقاع، تحب دائما باستمرار تغيير الإيقاع، لأنه دائما احنا نقول يا علي وانت تعرف هذا الموضوع اكثر مني، الآن انت ما عاد تقدم الخبر، الخبر ممكن يكون عند البرامج او مو عند البرامج، عند المشاهدين والمستمعين قبل بداية الحلقة بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الخدمات الإلكترونية، انت كل اللي تقدمه في البرنامج هو القالب اللي تحلل من خلاله الخبر، لا اكثر ولا اقل، ولا الاخبار ممكن تكون عند الناس فين وفين اذا كان عندك خبر حصري مش موجود عند الناس. نعم، عموما تركي أشكرك وبارك لك في نفس الوقت، شكرا لحضورك في أهلا، وبألف مبروك لك والفريق برنامجك، نتمنى لكم دائما التوفيق. الناس منتظرينك على تويتر، لازم تكون موجود خلال الفترة المقبلة، أتمنى يعني أنك تستجيب لهم لأنه هذا مهم جدا. شكرا لك ونلقاك إن شاء الله قريب في الرياض. شكرا لك. نعم، إذن فاصل ونعود لكم بعد قليل.